محسن ضد الكلب الناري. النجدة! النجدة! محسن إلى الإنقاذ! الفتى الذري إلى الإنقاذ! حصلت على المهمة أولاً أيها الفتى الذري! غير صحيح! ابتعد عن طريقي! هل توقفتما عن الجدال وأبعدتما هذا الشيء الفظيع؟ يبدو يا رفاقي أن بنتي باندي ستكمل شهراً بدون حريق. تبقى يوم واحد فقط. هل تظن أن لهذا علاقة بحقيقة بقاء محسن غانم عند العمة فردوس يا سامي؟ ربما يكون هذا صحيحاً. أظن أنه ربما يعود. ما الذي يحدث؟ أحاول أن أمنع هذا. الكلب الألي يحاول الاستيلاء علي من بونتي باندي. أنا أرى المفتاح، إنه صغير وعلى بطنه. أتراني أقدر على دغدغة بطنه؟ حسناً، ليت أحدهم يدغدغ، أكاد أن أفقد تماسكي. على مهلك يا ليلى، أنت في أمان الآن. أيها الفتى الشجاع، لقد أنقذت صغيري محسن. لا، لم يفعل، كنت سأنزل على كل حال. على الأقل كلكم بخير، لكن ما هذا الشيء؟ يوجد ملصق. الكلب الناري 2000. نور، فاجأتني برؤيتك هنا. هل الكلب الناري يعمل؟ لو كان عمله دفع ليلى إلى عمود الإنارة سأقول نعم. أنور يساعدني في اختراع كلب آلي لمكافحة الحرائق.